منين جاي الحزن هذا بتاع الطفل الصغير؟ فما حاجات ما عاشهمش في طفولته، فما حاجات ألموه كيما حاجات أسعدوه؟ فما حاجات ألموه. نو نو نو، فما حاجات ألموه. ريغارد، أن بيتي أنفون سيت أون بواط دو سكريرا. حتى صغير عادي معناها عنده حاجات، فما حاجات يبوح بيهم، فما حاجات ما يقولهمش. كيف يبدا ان ارتيتي نجم يخرجهم، معناها سي ان كاتارسيس يرتاح منه. ما نسالش في نابورت كي، انا نسال في امه. انا نقول لك اكيد عنده حاجات وجعوه ربما اللي بون. انا نعرف انا علاش وجعته. كنت علاش؟ كنت نضربه وقت اللي كان يقرا مثلا. كنت كيفاش تضربه؟ انا نظر معناها تريحه لا لا مش تريحه مش تريحه. ها كنت معناها نتغشش عليه. علاش سورتو يعطيهم دروس ما يقدش دروسه؟ لا يقد. عبد الحميد ماله؟ عبد الحميد علاش تضربه؟ قراي كي ما يفهمش. واخيب حاجه هي الام كي تقري ولدها وقت، خاطر انا يظهر لي انا فهمت دونك هو اوتوماتيكمون لازم يفهم بالسيف. اليوم فهمش. اليوم تعاود تعمل نفس الكومبورتمون؟ جامي دايوغ. طلبت منه سماح وهو صغير اخر مره وقت عطيته سيتي اون جيفل، وهو غزر لي هكا يلافي 10 ans و 11 ans. قلت له شوفي عبد الحميد، تفكر الكف هذا، هذا اخر مره انا نهز يدي عليك وسامحني. وبالحق جيتي سانسير، سامحني بابا والله. قلت له هذه اخرى، ما كنتش راهو نضرب هكا نشد نضرب، لا لا با دو تو. هو كان عاقل برشا، تحبو يفهم، تحب تقريه. شعب الحميد شنو كيفاه ما فهمت؟ وهذا ياثر فيه. ومره دخل لطفي لقاني نعارك فيه، قال لي يد ما حادش تقريه جمله. والده كان يضربه؟ جامي. لطفي جامي؟ لا 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 لطفي لا. لطفي مرة ضرب عبد الحميد قام يبكي. لطفي دايغ على ذكر بكاء سي لطفي ما يضربش، ما يضربش، ضربه بمغرفة لوح على ساقيه خاطر تفجع عليه. ما لقيناهش في الدار، وصل انتو هبط للدرجة الثانية. كي لقيناه بك الفجعة هذيك اللي لمها الكل، شدوا على ساقيه تك تك تكسرت، يمكن بالضربة الثانية تكسرت العقل. سامحني سامي، قالت بكاء سي لوتي بوشناق. على ذكر بكاء سي لوتي، باغي فما حكاية ما نعرفش كان صحيحة ولا فيزالي كونفيرمي. باغي سي لوتي بوشناق وقت اللي يتفرج في فيلم دشرة خرج يبكي، وقال بعد الولد بربي قول لي شعملنا لا مش يبكي، خرج منرفز منرفز. علاش؟ قال له ليه كلمنينا في التليفون؟ قال لي يا اخي شعملنا له الطفل هذا باش يخرج حاجه؟ علاش شعملنا له فما هذا الكل وشعملنا له كيفاش ربيناه؟ قلت له ليه ما عملنا له حتى شيء. هذوك ما خاطر لطفي كي كان عبد الحميد كان يحب معناها يتفرج مع عبد الحميد وكل، كان لطفي يحب البوكس ويحب لي فيلم لي فيلم لي فيلم داكسيون، با لي فيلم داكسيون، كل لي فيلم فانتاستيك وفهمتني. هي قلت له هذاك هو خرجوا لك. انت منين جاي حسب رايك؟ لحظه سؤالي، منين جاي هل خرج من كواليس حفله بوه كان موجود فيها، خرج مسلسل بجزئين؟ بون هو مسلسل. كان يمشي يتفرج وقت اللي لطفي يعمل لي ريبيتيسيون كان يمشي. أي. فهمتني؟ اما بوغ سا انسبير وتخرج حاجات هكا. شوف سي راهم سو سون دي سنسيبيليتي. صحيح. يعني كل صغير واحد صحيح. يشد لك الكوره. أي. كما سي انس بن مالك مثلا. أي. مغروم بالكوره. ربما عنده حاجة أخرى زاد. حاجة أخرى فهمتني. هو أكيد في سنسيبيليتي تطلع في حاجة أخرى، في حاجة أخرى. أنا نثبت عبد الحميد صغير كنا نتفرجوا فيها، نتفرجوا نهزوا أنا وياه نمشي ونتفرجوا في كلام الليل. تفرجنا الكلنا كيف كيف في كلام الليل، راهو عمره 13-14 سنة. نهار لحد نمشي ونفطروا في دار الوالد، عبد الحميد يحكي لنا كلام الليل اخر المسرحيه اخر، نبداو كيخ كيخ بالضحك. هو ديجا عنده من الصغر فهمتني الى انتربريت و ليه حبيت تقول على قلت على 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 دشرة ولا على ما ذاك سيديو لايت قدام الجاي بتاع العمل الجاي بتاع عبد الحميد اللي باش يكون لايت دشرة قدام
العمل الجاي قالك عليها. قابلته سامي ما حبش يجي معايا، قابلته عندي تو 4 ايام انا وعبد الحميد. شنو التهمه هذه عملتها؟ اسمع بعث لي السيناريو انا هذاك. بعث لي لا ما تقولش عاد لا سينوبسيس مش سيناريو. دونك الحاجه يوم فكرتني سبايدا توا صديق دافيد كينولا صديق فيسبوك افتراضي ما حلو ضامر برشا قال بركة اللي عندك كلهم ضامرين هم. اي اي دافيد كينولا ضامر قال نحب نقول لاولادي اللي عزيزهم اللي يدلل فيهم اللي هو ابوه مش هكا رباني راهو تامع باش يلم حسنات يدخل بهم الجنه يا مرا ما دللنيش كيفكم راهو عمل فيا.